السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه ميكر. في الفيديو هننفذ سليبر سهل جدا، عشان لو حد لسه منفذش سليبر العيد يقدر ان هو يعمله. ده الشكل اللي احنا هننفذه مع بعض، شكل اول مرة نعمله على القناة. ان شاء الله الطريقة تكون سهلة على اي حد مبتدئ. الماتيريال كلها انا جايباها من جروب كروشيستا. ده الشكل بتاع السليبر. السليبر سعره 50. بصوا التقفيل بتاعه، شوفوا النعل. طبعا الخامة على سعره يعني حاجة كده ما تتوصفش. بص الارتفاع بتاع السليبر، مهما تلبسيه هو مش بيبصم، حلو جدا. عندهم كل الماتيريال بتاعت اللزق والخيوط والسليبر، عندهم كل حاجة. هسيب لكم اللينك بتاع الجروب في صندوق الوصف، وهسيبه برضو في التعليقات، تمام؟ عشان في ناس مش بتعرف توصل لصندوق الوصف. لو اول مره بتشوفيني بتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بتاعتي. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك. هسيبكم على الشرح. هبدا الخامات اللي انا هحتاجها سليبر. انا هشتغل مقاس 41، وهختار الالوان دي اوف وايت ولايت براون والبيج، تمام؟ وهحتاج طبعا لزق عشان الزق، ومقص للقص. هبدا اشتغل اول حاجه باللون الاوف وايت. هحتاج مزورة عشان اقيس بيها المقاس اللي انا محتاجاه. اول حاجة انا محتاجة 3 خيط طوله 140 من اللون الاوف وايت، تمام؟ بالشكل ده هقص 3 قطع خيط من الاوف وايت، تمام؟ قصيت كده ال3 قطع، وهقص قطع صغيرة عشان اثبت عليها الثلاثة اللي انا قصتهم. همسك كل واحدة فيهم واعملها ميجوز بالشكل ده، يبقى طولها 70 سنتي. وهعقدها بالطريقة اللي احنا بنعقد بيها اي خيط. هحطها كده تحت الخيط اللي انا قصيته بالعرض ده، واسحب من الدايرة اللي انا كونتها الطرفين بتوع الخيط بالشكل ده. هثبت ال3 قطع بنفس الطريقة، بنمسك الخيط ونعمله مجود واثبته بالشكل ده. كده انا عندي 6 خيوط، هاخد 3 كده و3 بالشكل ده، تمام؟ هقسم الخيوط عندي بالشكل ده، 3 جنب بعض. هشتغل بال3 دول مع بعض، وال3 التانيين هيبقوا فتلتين هشتغل بيهم، وفتلة لوحدها هشتغل برضو بيها لوحدها. اول خطوة انا هاخد ال3 فتلات دول واعمل بيهم كده زي دوران، تمام؟ والفتلتين اللي هما جنب بعض هسحبهم عليها بالشكل ده. والفتلة اللي هي لوحدها هاخدها من تحت ال3 فتلات اللي هما مع بعض، تمام؟ كده بقى عندي 2 هنا فوقها و3 وواحدة تحت ال3، تمام؟ الفتلة اللي هي تحت ال3 فتلات دول هعديها من هنا من الدايرة دي بالشكل ده، تمام؟ وهبدأ اسحب الفتلة اللي لوحدها وال3 فتلات اللي جنب بعض بالشكل ده. نسحب فتلة فتلة منهم عشان تبقى مقفولة كويس عندي، تمام؟ كده عملت اول واحدة عندي في الوحدة اللي انا هشتغلها. تاني مرة هعملها من العكس، يعني هاخد ال3 فتلات واعملهم كده من العكس بالطريقة دي، تمام؟ والخيطين اللي مع بعض فوقيه كالعادة كده، الخيط اللي لوحده ده هسحبه من تحت ال3 فتلات اللي جنب بعض بالشكل ده، وهسحبه من قلب ال3 فتلات، يعني هيمر على الفتلتين اللي جنب بعض ويدخل هنا كده عندي من قلب ال3 فتلات. وابدأ ان انا اسحب الفتلة اللي لوحدها وال3 اللي مع بعض، ومثبتة الجزء اللي في النص بالشكل ده. هسحب فتلة فتلة عشان اقفلها بشكل كويس، تمام؟ خليهم كده جنب بعض، 3 فتلات يبقوا ظاهرين جنب بعض، تمام؟
اللي جاي هشتغلها من الناحية التانية برضو، الثلاث فتلات هشتغل بيهم مع بعض، هعمل لفة كده وهعدي على اللفة دي الاتنين اللي مع بعض، تمام، اللي لوحدها هسحبها من تحت الثلاث فتلات وهسحبها فوق الفتلتين مع بعض وادخلها كده من قلب الثلاث فتلات مع بعض واسحب التلاتة والواحدة بالشكل ده. تمام، لازم نظبطها كده واحنا شغالين عشان تدي الشكل اللي احنا عايزينه، ان هما يبقوا التلاتة جنب بعض. اكمل اللي عليها الخطوة اللي بعد كده، هكمل لغاية ما اخلص خالص الطول اللي انا محتاجاه ده. الشكل اللي احنا بنشتغله شكلها جميل جدا وسيمبل. تمام، انا هخلص وارجع لكم. خلصت كده خلاص الطول اللي انا محتاجاه. تمام، هبدأ ان انا انضف الخيوط الزيادة بتاعتي، ده كده الظهر بتاعها. هدخل كده من قلب الغرز واسحب الخيط بإبرة مكرمية او إبرة تنظيف بلاستيك براحتك اللي انت ترتاحي فيه. سحبت أول فتلة، تاني فتلة، هقص الزيادات. وهنا في اخر الخيط عندي طبعا الخيوط، فيه خيوط طويلة طبعا، ما ترميش الخيوط الطويلة، هتحتاجيها ان انت ممكن تستخدميها في ان انت تعملي بيها حلق اللي هو زي كده مثلا. اتبقى عندي فتلتين زي كده، ممكن تستخدميهم في اي حاجة. تمام، ده هرميه. خلصت كده اول جزء اللي هو الاوف وايت، هبدأ اشتغل في اللايت براون، وهو ان انا هعمل شرات، يعني هنعقد بس الخيط. طبعا انت هتقصي قطعة كده بالطول ده، يعني حوالي 15 سنتي او 20 براحتك على حسب ما انت ما تعرفي تعملي العقدة. وهبدأ ان انا اعقد عادي جدا زي ما عملنا العقد الاوف وايت. تمام، بالشكل ده كده بعقد اللايت براون والاوف وايت، مش هشتغله والبيج قصدي مش هشتغله غير كده، هو ان انا هعمل عقد بس، لان انا محتاجه يبقى سطرين شراشيب او صفين شراشيب. تمام، اكمل. خلصت ووصلت لخطوة اللزق، وهي أهم خطوة. أنا بستخدم الغرا والصاروخ مع بعض، عشان اللي بيسألني ليه بستخدم الاتنين، ما ينفعش استخدم الغرا لوحدها هتفك. تمام، فبحب ان انا اثبت الجوانب بالصاروخ. هاخد كده حبة بسيطة خالص على الفرشة، انا هبدأ اثبت من تحت هنا مش من فوق. تمام، هاجي هنا كده في الجزء اللي انا عايزه اثبت عليه اول صف شراشيب عندي بالشكل ده، واخد خط كده باللزق. تمام،
مش بوصله للنهاية عشان في النهاية انا بحط لزق الصاروخ او اي سوبر جلو متوفر عندك. طبعا لزق الصاروخ هتلاقوه موجود في جروب بوليشيستا. انا هلزق الشراشيب بالشكل ده، مش هلزقها من عند العقد التانية، لا من عند العقد اللي هي ملهاش شكل بارز. هبدأ اعمل اول صف كده، وفي الجوانب هاجي بلزق الصاروخ ده الشكل بتاعه. هحط كده حبة صغيرين، ما نكترش عشان السوبر جلو بيبقى فيه مادة كاوية، تمام، فما يشققلكيش الجلد او يقطعه. بسيط خالص، هو بيلزق حلو، ما تخافيش. انا مش بخيط الشغل عشان في ناس كتيرة بتقولي ليه مش بتخيطيه، لا اللزق بيلزق كويس معايا، فمش بحتاج ان انا اخيط واوجع ايدي على الفاضي. يعني عملت كده الناحية دي، بنفس الطريقة الناحية التانية. تمام، تاني خطوة هيجي هنا كده، زي ما ثبتت اول صف هثبت تاني صف بالظبط. تمام، خلصت وثبتت اخر جزء اللي هو الكافيه بنفس الطريقة اللي انا ثبتت بيها الجزئين اللي تحت، وده الشكل النهائي بتاع السليبر. طبعا خامة السليبر تحفة جدا. انا كده خلاص خلصت. طبعا تقدري تطعمي بلولي او بصدف او اي حاجة براحتك. تمام، بفكرك لو كنتي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي.